ليش قاصين علينا؟ صار لنا مليون سنة منتزه الخيران، على شنو؟ خمس اشخاص راح يربحون بنهاية هذا الفيديو رحلة خيالية، مو واحد مو اثنين، خمسة. تبي تعرف شلون وين؟ تابع هذا الفيديو للنهاية. مساكم الله بالخير، معاكم عبد الرحمن الخميس من قناة شفت الخميس. مثل ما قلت لكم، خمسة راح يربحون رحلة خيالية بالكويت. شنو عندنا؟ حر يا جماعة، حر جد جد. خلنا نتكلم جد، احنا بالكويت شنو عندنا؟ يعني الناس وين تروح؟ ماكو الا بحر، سينما، مطعم. شنو الهوايات اللي تقدر تمارسها بهالجو؟ فروسية، حر، صار صيف وحر. كلمني واحد من ربع قال لي عندي رحلة غوص وابيك تطلع معي. نعم غوص، انا غوص، انا ما غصت الا مره واحده بحياتي بشرم الشيخ، يمكن قبل 10 سنين. شقيت طول الرحله اقول لهم انا غصت مره واحده بشرم الشيخ قبل 10 سنين. تردت اول شيء، بعدين قلت له فرصه، ليش لا؟ منها اجرب شيء جديد، ومنها اجرب الكاميرا اللي انا قاعد احوس ماني قادر اجربها. بس اللي ما كنت متوقع ان اكتشف مكان جديد ما كنت اعرفه بالكويت. كلنا يمكن او اغلبنا سامع بجزر الكويت وسامع بجزيرة قارون. انا كويتي طول عمري عايش بالكويت ولا ادري عن هالمكان. ادري ان في جزيرة اسمها قارون. اول مرة اروح انصدمت بالماي، صافي صافي والله العظيم، شيء خيالي. حطيت قبل كم يوم بعض اللقطات اللي صورتها هناك، ثلاثة ارباعكم ما توقع انها بالكويت. اللي قال لي بالي، واللي قال تايلاند، واللي قال شرم الشيخ. ما يحتاج تروح تسافر وتطق تذكرتك عشان تغوص برا، هناك مو بعيد مو بعيد. تروح الخيران، ومن الخيران 50 دقيقة انت واصل قارون. هذه هبتي الجديدة، أنا ملك، سموني ملك الغوص. أنتم من صدقكم ولا تغشمرون؟ حسيت إني خالد على الجليل بصقر الله يذكره بالخير. لا بس جد، أنتم من صدقكم ولا تغشمرون؟ هذا المكان ليش مو مستغلينه؟ ليش قاصين علينا؟ صار لنا مليون سنة منتزه الخيران، ويكند 300 وما أدري كم، على شنو؟ ليش هالمكان موجود عندنا وإحنا مهملينه كذي؟ ليش الدولة ما تستغله؟ حطوا هناك منتزهات، منتجعات نفس الناس. قهروة أم المرادم وهالجزر الحلوة، والله مكان لو تستغلونه عدل مو يصير بالي، مو يصير المالديف، يصير أقوى. شوف
تدرون بالضبط شنو الشعور اللي ياني وانا غايص؟ صار فيني ما ودي اطلع برا كلش، ودي اظل منقع تحت الماي على طول، ما ودي حتى اشوف ادمي، ما ودي اجرب هواية ثانية برا بالحر بالخيصة. المشكلة تدرون وين؟ المشكلة ان الناس تدري عن موضوع الجزر، في ناس وايد والحكومة والمجلس يدرون عن موضوع الجزر وشنو ممكن يصير بهذه الجزر، لكن كل ما يتبطل موضوع تحويل الجزر الكويتية الى اماكن سياحية تصير لويا لها اول ما لها اخر. يطلعون لك عاد اللي يقولون عشان التحول الجزر اماكن سياحيه يجب الانفتاح وادخال المشروب، ويطلعوا لك الثانيين لا ما يجوز، وتوقف السالفه ولا يصير شيء واحنا الخسرانين. يا جماعه خلوا نقاشاتكم هذه لكم، ونبي تطبيق على ارض الواقع، ابي جواب فعلي، ليش هذه الاماكن متروكه كذي ومو قاعد تستغل، ولا قاعد نستفيد منها احنا كشعب، ولا قاعد تستفيد منها الدوله كسياحه؟ ممكن احد يجاوبني؟ ابي جواب صدق، والله من صدقي، خلكم من كل شيء، ابي جواب صدقي. وصلنا حق البارت اللي كلكم ناطرينه. انا مستانس على هذه الحركه، ترى عادي ها؟ شلون اكون واحد من الخمس رابحين اللي راح يجربون الغوص مع مركز بول شارك دايفر اللي انا رحت معاهم وكانت تجربتي معاهم عجيبه. منو الاشخاص اللي ممكن يربحون وشنو مواصفاتهم؟ اي احد، اي احد، شباب بنات كبار صغار، عندهم مدربين متخصصين حق الشباب، مدربات بنات متخصصين حق البنات، وبعد مدربين متخصصين حق تدريب الأطفال من سن 10 سنين وطالع. 10 سنين يقدرون يغوصون، إيه من 10 سنين وطالع يقدرون يغوصون ويطلعون ليسن ويروحون حق جزيرة قارو ويغوصون ويشوفون اللي أنا شفته. أول شغلة لازم تسويها المفروض إحنا خاصين منها، هذا شيء مفروض منه، إنك تكون مشترك بالقناة. والله العظيم للحين مو مشترك. الحين تقدر تروح تشترك بالقناة وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس، هذا أول شيء. ثاني شغلة تسوي لايك حق هذا الفيديو وتكتب لنا كومنت، وعقبها راح تلقى رابط تحت هذا الفيديو راح يوديك على حسابي بالانستغرام، راح تلقى بوست منشن فيه ثلاث أشخاص وتابع حسابي وحساب مركز بول شارك دايفر، وكذي مبروك أنت دخلت السحب وإن شاء الله تكون من الرابحين. إيش تبون بعد؟ مضبطكم، والله مضبطكم. وإذا شفنا تفاعل وايد على هذا الفيديو، الفيديو الجاي ان شاء الله نسوي سحب وجيف اواي على كاميرا اوزمو اكشن عشان تاخذونها وياكم برحلتكم الجايه. ايش رايكم؟ وخوش فكره. اذا تبون نسويها الفيديو الجاي راونا شلون التفاعل على هذا الفيديو، اكيد تعليقك يهمنا، تقول لنا ايش رايك بهذا الفيديو وشنو ودك تشوف بعد بالمستقبل، ولا تنسى هم تسوي لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان كل الناس تدري ان هذا المكان موجود عندنا بالكويت، والاهم لا تنسى انك تخلي عينك مختلفة.